ينضم معنا من ستوكهولم دكتور علي الجابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز. دكتور علي الجابري بداية مرحبا بك. حكومة عبد المهدي تخرج أخيرا للعلن ب14 وزيرا تسلموا حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كيف تقرأ هذه التشكيلة الحكومية وماذا تختلف عن سابقاتها؟ شكرا لك. أعتقد أن هذه الحكومة أثبتت سقوط البوابة الإلكترونية وانتصار البوابة العائلية والطائفية مرة أخرى، والتي اعتدنا عليها منذ عام 2003 وحتى الآن. وعندما نشاهد أسماء الوزارات، أسماء المرشحين إلى هذه الوزارات، من تم إقرارهم ومن لم يتم إقرارهم، فأقول أن خير تسمية لهذه الوزارة أو لهذه الحكومة هي حكومة الخال وابن أخته، كما نقول بالعراقي. ودعني أقول لك لماذا. لأن وزيرة العدل على سبيل المثال هي شقيقة ريان الكلداني، وهي موظفة في الدرجة السابعة. وزير الشباب هو ابن أخت جمال الكربولي. وزيرة التربية هي من أقارب أو المقربين لخميس الخنجر. وزير الخارجية هو ابن عم عمار الحكيم. وزير الصناعة هو ابن عم أبو مازن. ووزير المالية هو السكرتير الشخصي لمسعود البرزاني. وباقي الأسماء تطول وتطول. إذن نحن كما قلنا في البداية لم نكن نتوقع أن يملك عادل عبد المهدي، وهو نتاج هذه المحافظة، أن يملك عصا سحرية لتغيير الوضع القائم في العراق المبني على تداول السلطة بين عشيرة المنطقة الخضراء منذ عام 2003 وحتى الآن. بالنظر إلى التشكيلة التي قدمها عبد المهدي، هناك وزارات مهمة لم تحسم بعد كالداخلية والدفاع والتعليم العالي والثقافة والعدل وأيضا وزارة التخطيط، كيف تفسر ذلك؟ أفسر في اختلافات سياسية كانت يوم أمس بارزة. كتلة سائرون كانت تعترض على وزير الداخلية وعلى وزير الثقافة الذي كان عضوا في التيار الصدري وانشق عن التيار الصدري والتحق بميليشيات العصائب. هذه التسمية لهذين الوزيرين دفعت كتلة سائرون على وجه التحديد للعب الورقة الأخيرة لتأجيل التصويت، ولذلك تم تأجيلهم. مع أني أرى أن هذه خطوة جيدة أن لا يتم التصويت لصالح الفياض، ومعروف من هو صالح الفياض. نحن بحاجة إلى وزير داخلية محترف وشخص مهني، ودائما ما يأتوننا بأشخاص مرتبطين من خلال النظر في الأرض فساد في العراق. نعم. ولا نأمل منها خيرا. لذلك يعني نعم، إذا سمحت. نعم لي دكتور علي، يعني بالنظر إلى السير الذاتية للوزراء، يعني يكتشف أنهم ينتمون لأحزاب وتحالفات سياسية، ما فائدة الحديث عن نافذة إلكترونية يعني التي افتتحها لاختيار الوزراء من الشعب؟ هذا الحديث ما فائدته؟ يعني كيف لحكومة أن تنجح إذا ما بدأت عملها بكذبة؟ الفائدة لعل الشعب يدرك جيدا أن هذه العملية كانت عملية ضحك على الذقون، وأن هناك 36 ألف شخص خدعوا وقاموا بالتقديم إلى هذه البوابة الإلكترونية. وكما قلت لك في البداية، سقطت البوابة الإلكترونية وانتصرت البوابة العائلية والطائفية، وهذا ما كان متوقع. لا يمكن لعادل عبد المهدي ولا لأي رئيس وزراء آخر أن يمرر حكومة لا ترضى عنها الأحزاب الطائفية ولا تحظى بمباركة إيرانية على وجه التحديد. وما وجود إلا وجود أبو مهدي المهندس يوم أمس في مكان لا يعنيه هو خير دليل على التحكم الإيراني في تشكيل هذه الحكومة. ولذلك كل الأسماء اللي مطروحة في هذه الوزارة هي عبارة عن أشخاص ليسوا حزبيون فقط، وإنما مقربين من رؤساء الكتل ومن عوائلهم ومن الأشخاص الموالين تماما إلى رؤساء هذه الكتل. لا يمكن للعراق وفقا لهذه الطريقة أن يستمر ونتأمل حكومة صالحة وعادلة لكل الشعب العراقي، طالما هم ورئيس وزرائهم نتاج هذه المحاصصة البغيضة ونتاج سلطة المنطقة الخضراء التي دمرت العراق منذ عام 2003 وحتى الآن.
الأمم المتحدة أعربت عن خيبة أملها في افتقار حكومة عبد المهدي للوزراء من النساء. بالنظر إلى هذه المسألة المهمة، إلى أي مدى تعتقد أن انتقاد الأمم المتحدة لذلك يمكن أن يغير شيئا من الواقع؟ أنا لا أظن أنه يغير شيء في الواقع، لأن الأمم المتحدة منذ عام 2003 وحتى الآن كان لديها عشرات ومئات الملاحظات على الحكومات المتعاقبة ولم يؤخذ بها. في النتيجة هذه الأحزاب تقرر ما تريد، وسيقومون بترقيع الحكومة باسم أو اسمين من النساء. وكما لاحظت حتى المرشحة أو المرشحتان اللتان تقدمت فيها الحكومة إلى هذه التشكيلة الوزارية لم تكونان بالكفاءة، كما نلاحظ أحد الوزيرات المرشحات كانت خريجة عام 2005 وتستلم وزارة مهمة عليها الكثير من الخلاف، هناك الكثير من الحقوق الضائعة، والشعب يتأمل في وزارة العدل أن تقوم بإنصاف المظلومين، ويأتونك بوزيرة تخرجت عام 2005 وهي كل أمجادها هي أقارب أو شقيقة ريان الكلداني القيادي. نقطة مهمة وهي عن الشارع العراقي، إلى أي مدى هو راض عن حكومة عبد المهدي وهو الذي خرج بتظاهرات تطالب بالتغيير بمكافحة الفساد، بالحرب على الفساد، ولكن حتى نواب من داخل الحكومة يتحدثون عن أن هناك وزراء أصلا متهمين بالفساد ومتورطين به. الشارع العراقي للأسف غير قادر على التغيير، يعني خلال الفترة الماضية صعدت التظاهرات إلى أبعد الحدود وأرعبت حكومة المنطقة الخضراء، لكن هذا التوقف المفاجئ لهذه التظاهرات هو الذي يجعل هذه الحكومات تستمر في غيها وفي تصرفاتها وعدم الأخذ برأي الشارع. والدليل أنها هذه الحكومة عاد إلينا بعض الأسماء المتهمين كما قلت حضرتك بالفساد، وانتهت عبارة المجرب لا يجرب وعاد إلينا. أكيد طبعاً هو ليس كلامي فقط وإنما كلام نواب من داخل الحكومة، يعني كالنائب الصيادي قال إن لديه معلومات بأن هناك وزراء متهمين بشكل مباشر بالتورط بالفساد، مع ذلك هم موجودين. نعم تماما، ولذلك تم الاعتراض عليهم يوم أمس. كان هناك بعض الاعتراضات لدى بعض أعضاء البرلمان أن هناك الكثير من الوزراء، وقام الكبرى أن رئيس الوزراء المكلف الذي تم إقراره يوم أمس يقول عذر أقبح من الذنب، أنه أي شخص متهم بالفساد أو قام بتزوير وثيقة من نصادق عليه الآن من أجل تمرير الحكومة، وبعد ذلك نقوم بمحاسبة حساب شديد. نشكرك شكرا جزيلا من ستوكهولم الدكتور علي الجابري، رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز.